خساره كبيره اليوم الشعب الوطني والمغربي عامه على هذه الخساره امام المنتخب المصري. كنا حبينا لو نفوزوا ونفرحوا الشعب وندوزوا الادوار مقبله نصف النهائي واللي ما لا النهائي، ولكن هذه كره القدم، كنا حابين نعاودوا نشوفوا هذه الامبيونس مره اخرى عندنا في الدمي فينال والفينال، وقدر الله ما شاء نتمنوا حظ اوفر للمنتخب الوطني ومسيره موفقه للمنتخب المصري ان شاء الله. كانت مباراة مزيانة، كنتمنوا توفيق المنتخب المصري بكل روح رياضية، وكنشكروا المنتخب المغربي على اللعب ديالو وديما مغربي. اليوم حضرنا لواحد العرس كراوي جديد كجمع ما بين الفريقين والمنتخبين الشقيقين مصر والمغرب. لحسن او الحظ ساعد المنتخب المصري في الفوز في هذه المقابلة، شفنا تقارب كبير في الأداء طيلة المقابلة على 93 دقيقة خاصة الأولى، كانوا عندنا فرص اللي ما استغليناهمش، كان عندنا هدف اللي هو في العريضة اللي رفضته العريضة، والصراحة كان ماتش في المستوى ولكن ما وافقهمش الحظ. نتمنوا مسيرة موفقة للجميع. مباراة مزيانة، اللعابة لعبوا من نيتهم، عطاو اللي في جهدهم، مالو الحظ ما وافقش، وكنتمنوا للمنتخب المصري اللي بقى وتمثلنا كعرب، وكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله في الفينال. المنتخب كان اداء جيد واللعبه عطاو اللي عندهم، وتنتمنوا الحظ للفرق الاخرى، ما سعفناش الحظ، ما سعفناش. صراحه لعبوا مزيان، لعبوا من نيتهم، مي الحظ اللي ما كانش معنا، وحتى مصر راه حتى هما خوتنا، وكنتمنى لهم حظ موفق ويشرفونا ان شاء الله في الفينال. المهم الماتش بعدا داز زوين، والدراري لعبوا ديالنا لعبوا واعر بزاف، وماشي مشكل خساره، واخا هكاك درنا اللي في جهدنا، وكنتمنوا المنتخب العربي حتى هما يربحوا ان شاء الله والله يسر لهم. والصراحه درنا اللي في جهدنا، وحنا راه اخوه اخوه، زعما راه ماشي مشكل هادشي، ولكن الماتش داز واعر بزاف والله يسر لهم. مالوريزمون عاوتاني كنتقصاو من هاد كاس افريقيا، بعد ان الامل ديال الشعب المغربي كان تعطش لهاد الفرحه هادي، وخاصه اننا كنشوفوا الفريق ديالنا غادي مزيان واللعبه غادي مزيان في هاد البطوله هادي. كنتمناو اننا ريكوبيريو ان شاء الله في المسابقات الجايه، وشكرا. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.